شباب اقتحم اليوم تم بإذن تعالى أسلب 9 أشخاص من حاجز الدوار في بلدة بصر الحرير، وهؤلاء الأشخاص يعلموا بأن الجيش السوري على وشك الانهيار وتم انهيارهم وتموا تسليم أنفسهم بعد اقتحام الحاجز في تاريخ هذا اليوم الساعة 6:00 صباحا، وتم تدمير عربة وعربة آلية ثانية. تاريخ أبو عناد؟ تاريخ اليوم 13 ما في مدفعية، مدفعية ثانية تم منين انت يا أخي؟ ميلادية. ليش 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 سلمت حالك؟ سلمت حالي مشان التحق بالجيش الحر. انت يا اخي ادلم. ليش سلمت حالك يا ابني؟ سلمت حالي ناظر من في حدا اذاك؟ الجيش لا. وصلابة الجيش الحر، ليش سلمت حالك يا ابني؟ لانه الجيش السوري مات على قوة، مع انهيار الجيش الحر اقوى على حق الحر. نعم عطلي حشوة تبيع دارنا. ليش سلمت حالك يا ابني؟ انا الجواز طلبت اجازه وما اعطوني اجازه وما شفت خطيبتي وما نزلت على العرسي. كم يوم صار لك ما نزلت اجازه؟ 10 شهور. ليش سلمت حالك يا ابني؟ لانه الجيش الحر حمل عبد الله. حمل عبد الله ابو عناد. وانت؟ انا هربت على البيت ما اعطاني اجازه صار سنين، ما اعطاني اجازه هربت. وانت يا ابني ليش سلمت حالك؟ ما شفت لعنه. وانت يا ابني؟ كمان انا ما عم بسال عليه طويل. نهائيا وانت يا ابني؟ شو بتقول لبشار الاسد؟ شو بتقول لبشار الاسد وللجنود اللي لسه معه؟ الجنود اللي معه شو بتقول لهم؟ شو بتنصحهم وين يسووا؟ ننصحهم مثل ما يقولوا ضم الجيش لبرا، اقوى مع الجيش. الجيش السوري انهار. الله اكبر. درعا بصر الحرير 11/3/2013. درعا بصر الحرير، بصر الحرير عمود حوران باذن الله. معركة عمود حوران ما تزال مستمرة، وهذه عملنا عملية ثروة فارغة. نطلب اسر 9 أشخاص وباقي الاسرى موجودين في الداخل، منهم قتلى ومنهم اسرى، وسوف نقوم باذن الله تعالى باستمرار هذه المعركة حتى نقرب دمشق باذن تعالى. اخي ابو عناد شو بتطلب من باقي كتائب الجيش الحر؟ نطلب من كافة الكتاب التجمع في معركة عمود حرام بصر الحرير للسيطرة على اللواء 12 والفوج 175 بتمشيط المنطقة وتنظيفها من إصابات الأسد، وبإذن تعالى أن نصبر لنا بأمر الله تعالى. والله أكبر. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. أعلى أعلى. تكبير. الله أكبر. تكبير. الله أكبر.